جوه بيت الخال تحديدا في المكتبه بتاعته، هو مش معلق صور كتير، كتب كتب كتب، بس اول ما تدخل كده على طول من سنين يعني لما حد يجي البيت يلاقي صوره محمود درويش، فمعتقدين ان هو اعجاب شعري، صدقه شعريه، الكلام اللي بنقرا عنه ده. انما فوجئنا بعد ما عبد الرحمن الأبنودي أخذ السنة دي جايزة محمود درويش للشعر ببركان وفيض من المحبة بيطلع من الخال الأبنودي على محمود درويش. إيه المخزون ده من الحب يا خال؟ أولاً هو شاعر عظيم بما لا يقاس، وعاش للشعر، عاش محمود درويش للقصيدة، لا زوجة ولا عيل ولا تيل وما فيش، هو والقصيدة متعته ووجوده وحياته وملامحه بالقصيدة، وشعره شبهه، شعره شبهه، يعني تبص في التقر القصيدة كأن محمود درويش. ومحمود درويش صديق صاحب شعري قبل ما يصاحبني. يعني هو كان أول مرة يخرج من إسرائيل أو من فلسطين، يعني كان كان من السجون الإسرائيلية، كان محبوس هو سميح وقاسم وكده. العالم العربي في الستينات كان مصر. يعني لما تقول أنا رايح مكان أبقى فيه محمود درويش لم يكن أمامه إلا مصر. وإحنا طبعاً كان الكلام ده 68 بعد النكسة وكده، لكن كان مصر مشتعلة. فهو رحمة كان معاه يعني مندوب الأهرام في موسكو، مندوب الأهرام الدائم في موسكو، جريدة الأهرام، اسمه عبد الملك خليل، صديقنا. قال له أنت تعرف عبد الرحمن الأبنودي؟ قال له آه، ده صديقي وأخويا. قال له هو له بيت؟ قال له آه يا راجل، له بيت وبنروح وندخل وناكل ونشرب. راجل راجل يعني ما حبيبنا يعني. قال له طب انا مش عايز انزل على الحكومه المصريه، انا عايز انزل على عبد الرحمن الأبنودي. انا في الوقت ده لا اعرفه ولا شافني ولا جافت ولا شفته. المهم طبعا الدوله ما رضتش، اول ما بتعرفوا خدوه خطفوه ودوه شبر. فراح ايه او قال الو، لقيت في البيت بيقول الو. قلت الو مين؟ قال لي محمود درويش. قلت له مين محمود درويش؟ قال لي محمود درويش يا جدع، واخد بالك؟ قلت له يا محمود درويش الشاعر؟ قال لي اه. قلت له بتتكلم من ايه؟ قال لي من فندق شبر. قلت له طب ثواني، ورحت شاكك البنطلون والقميص وجريت على شبر وتعانقنا. تعرفني ما كلمش حد قبلي في القاهره، تعرفني منين؟ قال لي يا راجل كنا نقعد كل يوم الظهر، كنت انا بقدم برنامج يومي في البرنامج العام في الاذاعه، كانت الاذاعه في هذا الوقت يعني منارة مهم جدا. ونقعد كلنا، توفيق زياد وسميح وانا نسمعك، اسمعك كل يوم. فانا عرفتك يعني من الشعر ده، عرفت ان اللي يكتب الشعر ده لازم يكون صاحبي. المهم ومنذها ونحن اصدقاء ونحن احباب قوي. هو محمود درويش يعني فاهم الدنيا كلها انه صديقه الاول والاخير يعني. انما كان لما حد يقول له انت لازم تيجي تتعشى عندنا يقول له لا، انت تيجي تتعشى عندي ببيت الأبنودي. صحيح انك مره رحت تونس بتعمل ندوه شعريه؟ اخر مره رحت تونس فانا ايه، هم اصحابي انا يعني أصدقاء التوانسة دول، لأن قضيت هناك 6 شهور وأربع شهور، وكنت بجمع السيرة الهلالية وعلى صلة بكل المثقفين التونسيين أصدقائي يعني، وعامل لهم قصيدة كده يعني. أنا كنت أول مرة يستضيفوني في التلفزيون هنا سيلة بنودي، ما خلطت تونس كيفاش، شفت تونس كيفاش. والله يا أخي أنا اللي عاجبني في تونس الصوتيات بتاعت الشارع. اللي كيف يعني؟ قلت له يعني انا امشي اقول له يا علي صباح، قول له صباح، بنت صباح، والمراه صباح صباح، لباس، يعني لما يقول لباس يبقى حط الفلسطوب قفل. فانا كتبت قصيده. بتقول فيها ايه؟ قال لي طب قول طريف عايشه. قلت له قال لي صباح، انا قلت له صباح صباح قوي، ولو تكون الدنيا عاوية وتتعاون
وقلب فيها يتلوي، ولو القوي يقل الضعيف ولو الضعيف يقل القوي. انا سبع وحقن سبع وحقن سبع، ولكن اثبت قد ايه انا سبع حتى قصيدة عن سبع سبع. بس تاني يوم في الشارع سلبنودي سبا سبا، ومنذها عرفوني بسبا ابنودي سبا. منذها فرحت اخر مره لقيتهم محترمين او اكتر من لازم. إيه هم بيحبوه جدا يعني. بيحبوني. بقول لك لكن احنا يعني اصلا من سنه 71 فاحنا معيلين مع بعض يعني منذ كنا شباب. بس ما بيناش يعني الاحترام الجبسي ده. فاخر رحله لقيت التوانسه، لقيت التوانسه مختفين بزياده. استاذ ابنودي، استاذ ابنودي يا ابني، ما انت ايه اللي جرى لك صاحبي؟ لا لا لا. المهم فرحت اعمل الامسيه اللي هعملها، فوقف اللي بيقدم الامسيه وقال اني احنا يعني منذ اسبوعين كان هنا الشاعر العظيم محمود درويش، فبنقول له يعني بصفتك يعني اكبر شعراء العربيه يعني، قال لهم لو سمحتوا الكلام ده ما يتقالش وعبد الرحمن الابلودي عايش. يا نهار ابيض. والله. فالناس طبعا انا حبيبهم اصلا، فرحوا فرح يعني بالحكايه دي. فلما قالوا لي وكلهم قالوا لي، عرفت بقى سر الاحترام اللي هبط عليهم فجأة.